لما عمرو عابد حب يعمل فيلم قصير كمخرج مش كممثل، لجأ لصديقه كريم قاسم وقال له انا عايز منتج. احنا طول الوقت عارفين احنا عايزين نتعاون مع بعض، وانا عمرو يعني مش بس من اعز اصدقائي وبحبه وبحترم الموهبه بتاعته، لا انا عارف هو كمخرج كمان مسرح لما راح اخرج مسرح للطلبه بتوع حقوق يعني عمل حاجه مختلفه تماما، غير واثر في شباب كتيره. لما جيت كنت مثلا بعمل اوديشنز بره، كل الاوديشنز اللي كنت كويس فيها واتخذت فيها كان عمرو هو اللي بيديرني كمخرج. ايه ده؟ يعني في إيه فيلم سواح دي ستيت ما كنتش عامله لولا عمرو اللي هو عامل لي الاوديشن. لا يعني يعني كنت بروح بس كده وساعد، يعني كنا بنساعد بعض، يعني قصدي انه انه اكيد يعني هو لو عنده حاجه مهمه انا احب اساعده فيها، وهو انا عندي حاجه مهمه احب جدا انه يساعدني فيها. بس كان ممكن يبقاش فارق معاك الموضوع انه هو فارق معاك، فارق معاك انك تساعده او تقف جنبه. طبعا لا لا ساعدني يعني جدا وقعد معايا، وحتى لما جيت اعيد الاوديشن قلت له حاسس انها مش تمام عايز اعيدها تاني فعدتها، وده اللي خلاني اخد الدور في مسلسل دي ستيت. فلما جاء الفيلم القصير جه قرهوني قال لي انا كتبت فيلم، وكان انا عارف عن فكرته وبتاع فقريته. هو من ما كانش جه قال لي عايزك تنتجه ولا حاجه، قلت له عمرو احنا هنعمل الفيلم ده، قال لي يعني ايه؟ قلت له انا هنتج الفيلم ده، احنا هنعمله يعني هنعمله. فلقيته اتخض قال لي لا بس مش يعني ملموم كده يعني، قلت له ما هو يبقى ملموم، قال لي نو بادجت. قلت له مفيش حاجه اسمها نو بادجت، نو بادجت يعني او يعني في بادجت في فلوس هتدفع، فقول لي انت محتاج ايه ونعمله، يعني اكيد مش بنعمل حاجه مارفل يعني، بس ايه اللي احنا محتاجينه كمعدات كناس كخبرات، ويلا نعمل ويلا نتحرك. وهو عارف طبعا انا نفسي انتج وعايز اخد التجربه، ف ما في يعني بالنسبه لي كانت هي دي الفرصه. كمل. فيلم قصير 16 دقيقة تقريبا. مزبوط. فكرة إلى ماذا يقود الاستفزاز، أو إلى أي مدى ممكن يبقى جوانا حاجات سيئة جدا 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 ويجي الاستفزاز يطلقها كشرور على العالم. طبعا. ليه الفكرة الشريرة دي كانت عندك أصلا يا عم؟ لا أولا لأن أنا شرير. أهلا وسهلا. لا أنا الحقيقة ما كنتش بفكر كده خالص. أنا الفكرة كانت ابتدت إنه أنا في فكرة السؤال ده بتاع علاقة الإخوات، العلاقة ما بين الإخوات، ده كان البداية بتاعة الفيلم، علاقة الإخوات ببعض وعلاقتهم بالعيلة، علاقة ده بالأب وعلاقة إنه ان انا رايي إن او اللي انا حاسه ان انا كان عندي تساؤل في الجزء ده عايز افهمه اكتر، انا ايه يعني انه ازاي علاقه الاخوه وعلاقتنا بالعيله من الاول خالص من احنا صغيرين هي دي اللي بتاثر علينا وبتخلينا اللي احنا عليه دلوقتي. فدي الحاجه الاساسيه، فعشان كده الفيلم يبدو ان هو عن انه في واحد بيستفز واحد، بس هو في الاخر هم اتنين اخوات، واحد بيستفز واحد لحد ما يوصل للحرف بتاع جبل مثلا، ومن هنا بقى بيبتدي كأنه بنختبر العلاقة ما بين الاتنين دول عاملة ازاي، حقيقتها ايه، ايه اللي جوه العلاقة دي، ايه الحاجات اللي مش بنتكلم عليها، الحاجة اللي احنا مش بنقولها لبعض، الحاجة اللي احنا بتبقى حاسين بيها بس مقدرش نعبر عنها. ورأيي انه الحاجة الاساسية اللي الفيلم بيحاول او اللي انا بحاول افهمها او اللي احنا كنا بنحاول نتساءل عنها، انه ازاي الجزء ده، الجزء المظلم ده او الجزء الدارك ده في كل العلاقات احنا بنستخبى منه في اللحظه اللي على فكره احنا ممكن نبقى بنتكلم عنه نتكلم عنه عادي ونتريق عليه ونتريق على نفسنا. الحاجات بتكبر لما بنخبيها.